يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسمع كثيرا كلمة الولي أو الأولياء، فما المقصود بالأولياء؟ وهل يوجد منهم أحد في هذا العصر يشهد له بالولاية؟ الولي هو القريب، المراد بولي الله القريب من الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نشهد لأحد بالولاية إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولكنهم يرجون لأهل الخير ويخافون على أهل الشر. والولي كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل. تكون الولاية ولاية قوية أو تكون ولاية متوسطة أو ضعيفة على حسب عمله. نعم.